السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى النشرة الثامنة. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا في النشرة. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبوني يتلقى مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تطمئن فيها على حالته الصحية والحالة الوبائية والاقتصادية في البلدين في صلب المكالمة. ردود فعل مثمنة لخطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والطبقة السياسية والمنظمات والحركة الجمعوية والمواطنون يشيدون بالتزام السيد الرئيس باستكمال مسار بناء الجزائر الجديدة. الوزير الأول عبد العزيز جراد غدا في زيارة عمل إلى ولاية المسيلة يعطي خلالها إشارة انطلاق السنة الجامعية 2020-2021 ويعاين مشاريع تنموية وأخرى ذات طابع اجتماعي. الشروع في توزيع أزيد من 2000 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي بالعاصمة، وكاميرا التلفزيون تنقل من البويرة معاناة سكان مداشر وقرى القادرية من انعدام الغاز الطبيعي. تنديد واستنكار دولي واسع لقرار ترامب حول الصحراء الغربية، وكريستوفر روس يصف القرار بالأحمق وغير المدروس وأنه يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية السيدة أنجيلا ميركل اطمأنت فيها عن حالته الصحية. وبالمناسبة قدم السيد الرئيس شكره الجزيل للسيدة المستشارة على العناية الطبية التي لقيها في ألمانيا، وتحدث الطرفان مطولا عن الحالة الوبائية والاقتصادية في البلدين، كما تم التطرق إلى التعاون الثنائي بين الجزائر وألمانيا وسبل ترقيته مستقبلا، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى ذات الاهتمام المشترك ولا سيما تطور الأوضاع في ليبيا. وعبرت في الأخير المستشارة الألمانية عن تمنياتها بدوام الصحة للسيد الرئيس، طالبة منه نقل عبارة الصداقة للشعب الجزائري. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد طمأن أمس الشعب الجزائري على تحسن وضعه الصحي في خطاب مقتضب إلى الأمة حمل توجيهات وتعليمات والعديد من الرسائل السياسية. رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر ستبقى دوما واقفة بشعبها العظيم وجيشها الباسل. دلال بطبة والتفاصيل. أيتها المواطنات، أيها المواطنون الأعزاء، كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين كلمة السيد الرئيس على تويتر طمأنت الشعب الجزائري على صحة رئيسهم في أول ظهور له منذ قرابة الشهرين، فلا المرض ولا البعد منعه من متابعة يومية بل ساعة بساعة لكل ما يجري في الوطن وإصداء التعليمات عند الضرورة. اليوم الحمد لله بفضل الله عز وجل وعيانته ولطفه في القضاء والقدر، وبفضل كذلك أطبائنا في المستشفى العسكري والأطباء الألمان، الحمد لله طريق تعافي بدأت فيه. ربما يأخذ أسبوع أسبوعين وثلاثة أسابيع أخرى، ولكن إن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية. كلمة السيد الرئيس حملت توجيهات وتوصيات لمؤسسات الجمهورية في أفق العودة القريبة إلى الوطن، بدءا بالالتزام بالمسار السياسي الذي وعد به، حيث أمر الرئيس بالتسريع في إعداد قانون الانتخابات في غضون 10 أيام للانطلاق في المرحلة التي تأتي بعد الدستور.
وعن الوضع الصحي للبلاد أبدى السيد الرئيس ارتياحه لتراجع عدد الإصابات بوباء كورونا، موجها شكره إلى كل من ساهم في انخفاض هذا العدد. وبلغة متفائلة تحدث رئيس الجمهورية عن الحالة الاقتصادية للبلاد، مؤكدا بأن الميزانية المسطرة تظهر بأننا في الطريق الذي سطرناه، ومشددا على عدم إضافة أي ضرائب جديدة على المواطنين ذوي الدخل الضعيف. الرئيس الذي جعل من ساكنة المناطق المعزولة شغله الشاغل، وأمام كل التحديات والرهانات القائمة، مناطق الظل في محور اهتمامه أينما كان، فأمر ولاة الجمهورية بالتطبيق الحرفي لما تم الاتفاق عليه. أوصي فقط مرة أخرى، بالأخص بعد سقوط الثلوج والأمطار والبرد، أوصي سيد وزير الداخلية والولاد على تطبيق حرفي لما اتفقنا عليه بالنسبة لمناطق الظل، وبالأخص بالنسبة للوجبات السخونة والنقل المدرسي. ظهور السيد الرئيس قطع الطريق أمام الإشاعة والتأويل. وعن الأوضاع السياسية في المنطقة، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الجزائر قوية وأقوى مما يظنه البعض. بالنسبة للأوضاع السياسية في المنطقة، في الجزائر قوية وأقوى من كل ما يظنه البعض. ما يجري حاليا كنا ننتظر فيه، ولكن الجزائر ما تزعزعش. وعن ردود الفعل المثمنة لخطاب رئيس الجمهورية، أكد مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس بالنيابة صلاح جوجيل في بيان له اليوم أن مكتب المجلس تابع الكلمة المطمئنة لرئيس الجمهورية، والتي تزامنت والذكرى الأولى لانتخابه من قبل الشعب الجزائري. وجاء في البيان أن مكتب المجلس يتوجه بجزيل شكره وتقديره إلى المواطنات والمواطنين على نبل مشاعرهم وصدق دعواتهم والتمسك بخيارهم الحر من خلال التفافهم حول السيد الرئيس، داعيا إلى رص الصفوف أكثر من أي وقت مضى، والتآسي بمآثر وصور التلاحم التي عاشها شعبنا إبان ثورة نوفمبر المجيدة، بمواصلة الانخراط الدائم والداعم في مسعى رئيس الجمهورية من أجل بناء الجمهورية الجديدة القوية بشعبها العظيم وجيشها الباسل الجيش الوطني الشعبي، سالي لجيش التحرير الوطني بحق وجدارة. كما يحث مكتب المجلس شعبنا الأبي على البقاء متأهبا من أجل إسقاط كل المحاولات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر بهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن ومؤسساته. خطاب رئيس الجمهورية لاقى ارتياحا واسعا من مختلف أطياف الشعب الجزائري. محمد سليم حمادي رصد ما يلي. اليوم الحمد لله بفضل الله عز وجل وعيانته ولطفه في القضاء والقدر، وبفضل كذلك أطبائنا في المستشفى العسكري والأطباء الألمان، الحمد لله طريق تعافي بدأت فيه. 4 دقائق وبضع ثوان مدة هذا الفيديو، والتي كانت كافية لتنقل المزاج العام الجزائري من حالة الحيرة إلى أخرى ملؤها الارتياح والطمأنينة والتفاؤل. الفيديو الذي حمل كلمة مقتضبة طمأن من خلالها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عبر حسابه على تويتر الشعب الجزائري على صحته، لقي ردود فعل واسعة وسريعة من لدن أطياف المجتمع الجزائري شعبية ورسمية ومن داخل البلاد وخارجها. بين الارتياح والترحيب الكبيرين، تلقت الطبقة السياسية على مختلف توجهاتها ومشاربها إطلالة الرئيس على الشعب الجزائري، إطلالة أجمع جل الأحزاب السياسية وكذا جمعيات ومنظمات المجتمع المدني على أنها رسالة أمل، كما جاءت في توقيت حساس ودقيق وفي ظل ظروف تطبعها تهديدات كبرى تتعرض لها الجزائر من قبل دوائر متربصة على حدودها.
كلمة رئيس الجمهورية التي تلقفتها الأوساط الشعبية خلفت ارتياحا كبيرا وردود فعل مطمئنة اجتاحت الجزائر في اتجاهاتها الأربعة. الحمد لله، اليوم نشكر الله هو الأول على كيبان الرئيس، وعرفنا باللي راح يستمر في الجزائر هذه الجديدة، وشفناه ويعني وهدر معنا 15 يوم باش اللجنة اللي مكلفة بالقانون الانتخابات إن شاء الله تحضر القانون هذا، وإن شاء الله تجديد المجالس البلدية، وإن شاء الله نطلب من الشباب إن شاء الله يكونوا في الجزائر الجديدة ويكونوا في المجالس المنتخبة. والله نفرح له من قلبي، وربي يرجعوا إلى خير وبخير إن شاء الله، وربي يحفظ بلادنا. اليوم شفنا الرئيس في التلفزة وكان في صحة جيدة والحمد لله، نمو راه لبس عليه لحسب ما شتنا، نتمنى إن شاء الله يرجع للبلاد ويقدم الأفضل كما راه وعدنا إن شاء الله. رسالة الرئيس المطمئنة لقيت من التفاعل ما غصت به وسائط التواصل الاجتماعي، مواطنون من داخل الجزائر وخارجها أعربوا في منشوراتهم عن عميق سعادتهم بالكلمة، وعلى نفوس وقلوب ساكنة مناطق الظل وقع خاص. أنا الرئيس تاعنا الحمد لله وربي يشافيه ويعافيه وردوا للبلاد ساعي رابح، هو مريض وما ساناش مناطق الظل، قال لهم الركبة طريق، قال لهم الطبة، قال لهم الماكلة تكون سخونة، الحمد لله. أنا فرحانة شفت الرئيس تاعنا وزيد الفرحة تاعي كيتكلم على مناطق الظلم وبعد ما كان مريض منساناش تفكرنا. احنا فرحنا بزاف كي شفنا الرئيس تاعنا، كي شفناه بلي ريح وراه بصحة جيدة، ان شاء الله نتمنوا له العافية. والحاجة اللي زادت فرحتنا بزاف كمواطنين، احنا كمواطنين وكجزائريين من الدرجة الأولى، عندما يعني تكلم علينا وتكلم على مناطق الدم وكاع يعني الظروف اللي تمر بها الجزائر وتكلم علينا وتبدع علينا، وهذا الشيء يعني فرحنا بزاف والحمد لله، وان شاء الله نتمنوا يعني الخير لبلادنا. كلمة رئيس الجمهورية جاءت في وقتها لتدحض المشككين ومرتزقة الفرص الضائعة. هذا وتوالت ردود فعل الطبقة السياسية حول خطاب رئيس الجمهورية، حيث عبرت حركة الإصلاح الوطني عن ارتياحها الكبير المفعم بواسع الحمد والشكر للمولى عز وجل على تحسن صحة السيد رئيس الجمهورية وإطلالته الميمونة، لطمأنة الجزائريين والجزائريات عن حالته الصحية وعن عودته إلى أرض الوطن عن قريب إن شاء الله، مثمنة ما ورد في خطاب السيد رئيس الجمهورية من معطيات سياسية واقتصادية، وتلتزم معه بالحرص الميداني على توجيهاته القيمة والاستعداد الدائم لكل مقتضيات المصلحة الوطنية ومتطلبات المرحلة المقبلة. كما دعت جبهة الجزائر الجديدة الشعب الجزائري إلى التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية والتعاون على ما فيه خير البلاد ومصلحة العباد حماية للوطن ولأمانة الشهداء. كما سجلت حركة الوفاق الوطني ارتياحها العميق لإطلالة الرئيس عبد المجيد تبون التي أظهرت اطلاعه على التسيير اليومي لشؤون البلاد وإصدائه للتوجيهات اللازمة للوزراء والمسؤولين على شؤون المواطن. كما عبر حزب النور الجزائري عن فرحه وسروره بظهور الرئيس في صحة جيدة، وهو الأمر المطمئن على استقرار وأمن الجزائر في الظروف والمستجدات التي تحيط بالجزائر. وبدورها عبرت العديد من المنظمات الوطنية عن ارتياحها لمضمون خطاب رئيس الجمهورية، حيث أعرب الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عن سعادته بتعافي السيد الرئيس وشفائه، سائلاً المولى عز وجل أن يعود سالماً غانماً إلى وطنه وشعبه لاستكمال مسيرته الوطنية خاصة في هذا الظرف الحساس. كما عبرت المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة عن سعادتها لتعافي رئيس الجمهورية وطمأنة الشعب الجزائري على صحته، منتظرة عودته لأرض الوطن سالما لخدمة البلاد خاصة في هذه الظروف الراهنة. هذا وأعرب أمين العقال أحمد إيلابير اليوم بتمنرس عن سعادته الغامرة بعد تمثل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون للشفاء، وأكد أحمد إيلابير أنه يرفع باسمه وباسم كافة سكان تمنرس وقبائلها أسمى عبارات التبريك والتهاني إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد تماثله للشفاء على إثر الكلمة التي ألقاها من ألمانيا، حيث يواصل فترة النقاهة مطمئنا فيها الجزائريين بشأن تحسن وضعه الصحي.
هذا وأوضح أمين العقال أن سكان الأهجار تابعوا باهتمام كبير مرحلة العلاج التي مر بها رئيس الجمهورية داخل الوطن وخارجه. وأضاف أمين العقال مخاطبا رئيس الجمهورية بقوله: لقد وجد سكان الأهجار فيكم الرجل الذي يحمل في قلبه حب الوطن والأمة، فبادلوك حبا بحب وحملوك في أفئدتهم واستبشروا خيرا بالجزائر الجديدة التي مهدت لها من خلال برنامجكم الانتخابي. من جهته يسجل مجلس الشيخ با عبد الرحمن الكرثي الهيئة العليا لأعيان عشائر وادي مزاب بكل ارتياح تعافي السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من مرضه، مستبشرا خيرا باقتراب عودته إلى أرض الوطن سالما معافا لمواصلة مهامه النبيلة ومواجهة التحديات الوطنية والدولية. نسأل الله العلي القدير أن يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويرفع عن الوطن الوباء عن الوطن الوباء والبلاء وكيد الكائدين. يقوم الوزير الأول عبد العزيز جراد مرفوقا بوفد وزاري غدا بزيارة عمل إلى ولاية المسيلة، حيث سيعطي شارة انطلاق السنة الجامعية 2020-2021 ويعين مشاريع تنموية وأخرى ذات طابع اجتماعي. ومن ولاية المسيلة يلتحق بنا على المباشر الزميل زكريا ميهوبي. زكريا أهلا بك، الموعد غدا إذن مع الدخول الجامعي، ماذا عن المشاريع الأخرى المبرمجة خلال الزيارة؟ نعم سعيد، كما أسلفتم الذكر سيشرف غدا الوزير الأول عبد العزيز جراد على انطلاقة الموسم الدراسي الجامعي 2020-2021 من هنا من القطب الجامعي بالمسيلة. هذه الجامعة التي تسجل حسب القائمين عليها أرقاما جيدة في الرقمنة والتحول الرقمي، سيكون للوزير الأول نشاط على مستوى القطب الجامعي حيث سيشرف على تدشين 2000 مقعد بيداغوجي وتسمية معهد التقنية الرياضية باسم المجاهد الراحل عبد المجيد علاهم. وكذلك في برنامج زيارة الوزير الأول إلى هنا إلى المسيلة في الشق الاجتماعي قطاع السكن، حيث سيشرف على وضع حجر الأساس لأكثر من 500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار، وكذا 300 مسكن بصيغة الترقوي العمومي، كما سيشرف على تسليم مفاتيح السكنات ل 400 عائلة بالبيع بالإيجار. ربما قطاع الصحة، القطاع الذي يحظى باهتمام كبير هنا في المسيلة للمواطنين، سيتلقى الوزير الأول عرضا حول واقع قطاع الصحة بالولاية، وكذلك سيضع حجر الأساس لمستشفى 240 سريرا. هذا المشروع الذي ينتظره سكان ولاية المسيلة منذ سنوات عديدة حيث كان مدرجا ضمن البرامج المجمدة. وسيختتم الوزير الأول زيارته إلى هنا إلى ولاية المسيلة بإطلالة لمواطني المسيلة على أثير إذاعة المسيلة الجهوية. زكريا ميهوبي شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من المسيلة. بمناسبة الذكرى 60 لصدور القرار 15/14 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المتضمن منح الاستقلال للبلدان وشعوب المستعمرة، أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الاحتفال بهذه الذكرى التي تتزامن مع الذكرى 75 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة تتيح فرصة لتقييم الإنجازات المحققة في مجال تصفية الاستعمار وإدراك حجم التحديات المتبقية لاستكمال هذه المهمة في جميع أنحاء العالم. بيان وزارة الخارجية أكد أنه من حق الصحراء الغربية آخر بقايا الاستعمار أن تتطلع إلى دعم أقوى من قبل المجتمع الدولي وإلى اتخاذه إجراءات أكثر حزما لاستكمال مسار تصفية الاستعمار، ذو تشهد الصحراء الغربية تصعيدا مقلقا إلى جانب مواجهتها للمحاولة البائسة لعقد مقايضات مخزية على حساب التطلعات والحقوق المشروعة للشعب الصحراوي. إن الجزائر تعرب مجددا عن تضامنها مع جميع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، فإنها تؤكد رفضها القاطع للفكر الاستعماري وقناعتها الراسخة بأن استكمال تصفية الاستعمار أمر حتمي في جميع أرجاء العالم.
هذا ووصف المبعوث الأممي الأسبق إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بخصوص الصحراء الغربية بالأحمق وغير المدروس، مشيرا إلى أنه يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد روس أن المغرب يعرقل عمل المبعوثين الأمميين إلى الصحراء، مشيرا إلى أن استقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كولر من منصبه لأسباب صحية كانت على الأرجح بدافع الاشمئزاز من عدم احترام المغرب وعرقلة جهوده المبذولة للدفع نحو التسوية. من جهة أخرى، أعلنت جمهورية مالطا أن موقفها بشأن الصحراء الغربية لم يتغير، مؤكدة دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. هذا وانتقدت جنوب إفريقيا بشدة قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأخير بخصوص الصحراء الغربية لأنه يتعارض مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، مؤكدة أن ما تضمنه لا يعبر الموقف القانوني لقرارات الأمم المتحدة ويفتقد لأي قوة أو تأثير باعتباره اعترافا بعدم الشرعية. كما أدان الحزب الشيوعي البرتغالي بشدة دعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الاحتلال المغربي للصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي المحتل للأراضي الفلسطينية على مدى عقود بشكل غير قانوني ويضطهد الشعب الفلسطيني. أكدت المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني اليوم دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق قرارات الشرعية الدولية، مستنكرة تجاوز هذا الحق من طرف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية عهدته والمستوى الذي بلغه تعامل المملكة المغربية مع القضايا المصيرية للأمة التي لا تقبل المتاجرة ولا المقايضة. وعن ردود الفعل الوطنية، نددت المنظمة الوطنية لأبناء المشاهدين بسياسة الخيانة والعار للأمة العربية والإسلامية وشهداء غزة والقدس وكل أبناء فلسطين الجريحة. كما أكدت المنظمة أن القضية الصحراوية ستبقى راسخة وثابتة حتى النصرة. كما استنكر لقاء شباب الجزائر الموقف المغربي وندد بانجراره إلى قافلة التطبيع، مؤكدا دعمه للقضيتين الصحراوية والفلسطينية العادلتين. هذا وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد الزهر اليوم أن وجود مستعمرات في العالم يعد تهديدا للأمن والسلم الدوليين وخرق لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة التسريع في تنفيذ توصية الأمم المتحدة رقم 1514 لتصفية كل أشكال الاستعمار ومنح الشعوب حقها في تقرير المصير. تعرفوا اليوم راه كان فيه اللجنة المعنية بتصفية الاستعمار اللي بدأت ب 17 عضو ولا 24 ودرك راهي 29 عضو. هذه اللجنة تضع تقرير، أنا البارح كنت نقرأ في تقريرها الأخير الذي قدمته لجمعية الأمن العام المتحدة، أين الكلام عن الصحراء الغربية؟ يجب الاستمرار في تنفيذه. اليوم كما بالأمس الثورة الجزائرية والدولة الجزائرية والشعب الجزائري يقفوا وقفة شموخ وكفاح والدفاع عن القضية الصحراوية وعن القضية الفلسطينية. هذا وأكد المتدخلون في لقاء حول لوائح تقرير مصير الشعوب عقد اليوم بالعاصمة، أكدوا ضرورة احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها استنادا إلى قرار الأمم المتحدة 1415 الذي جاء نتيجة نضالات وتضحية شعوب المستعمرة على مر السنين. اللقاء حضره مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي، ونظمته جمعية مشعل الشهيد المركز الوطني للأرشيف. نتابع التفاصيل مع سناء بالقصيبات. منتدى الذاكرة منصة تاريخية سلط من خلالها باحثون ودكاترة في التاريخ الضوء على أهم محطة مفصلية في تاريخ الدبلوماسية الجزائرية، لحظة صدور لائحة تقرير مصير الشعب الجزائري في 14 ديسمبر 1960 بالدورة 15 للأمم المتحدة، ومباشرة بعد مظاهرات 11 ديسمبر من السنة نفسها.
اللائحة التي ألزمت فرنسا بالاعتراف بأحقية الشعب الجزائري في تقرير مصيره وبسط سيادته على أرضه. تكريس حق الشعوب في تقرير مصيرها وهو القرار 1514 الصادر في 14 ديسمبر 1960، وقد صرح المرحوم كريم القاسم وقال سأسمع صوتا بالكون في أروقة منهاتن. ثورة تحريرية صممت على أن تكون الدبلوماسية الجزائرية في سنة 60 تعمل على أساس أن يكون مبدأ تقرير المصير مطلب عالمي. حق تقرير المصير مبدأ ظلت الجزائر متمسكة به إلى غاية بلوغه وبصفة دولية، لتصبح أنموذجا نضاليا عالميا يقتدى به من قبل الشعوب المتطلعة إلى الحرية. وفي موضوع ذي صلة بالذاكرة، أشادت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بنضالات المرأة الجزائرية في مختلف المحطات التاريخية التي مرت بها الجزائر. جاء هذا خلال زيارة مجاملة لبعض النسوة المشاركات في مظاهرات 11 ديسمبر 1960 بالعاصمة. المتابعة لحم أجانا. جلوس جيل الاستقلال مع النساء المناضلات في تحرير الجزائر رسالة وفاء وعرفان ببطولات جيل الثورة المظفرة. أنا ماذا به كن خير، تكونوا خير من نحن، تكونوا قدوة علينا. احنا خضيناها من والدينا، انتم خذوها من هذا الأسياد اللي راهم حيين. انتم المستقبل تاعنا وانتم المستقبل تاعنا، وربي ان شاء الله يطول في عمركم ويطول في عمر الناس ويطول العافيه كامله وليداتي. وانتم ان شاء الله ما نقول لكم شيء، تفرحوا بينا وتفرحوا ببلادكم. تكريم هؤلاء البطلات المجابهات للاستعمار الفرنسي والاستماع الى نضالهن الوطني له دلالات قويه تعكس تواصل الأجيال وحفاظهم على الذاكرة الوطنية. اليوم نقف وقفة تقدير وعرفان لنضالات المرأة الجزائرية. شفتوا أنه قمنا بزيارة تقديرية لبعض النساء اللواتي شاركنا في مظاهرات 11 ديسمبر 60 بكل عفوية. جيل اليوم وجيل المستقبل على العهد باقون وللأمانة حافظون. وزيرة التضامن كانت مرفوقة بعدد من براعم الكشافة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة لإطلاعهم على مساهمة المرأة الجزائرية في هذا الحدث التاريخي الهام. أنا تعلمت من زيارتي لأمهات المجاهدات طبعا ومتحف المجاهد الإخلاص، الوفاء، الشجاعة، المكافحة من أجل الوطن وحبه. ولازم إحنا تاني نجهدوا كما هما للوطن تاعنا، ولازم نردوا الجزائر بلد متقدم. اختتمت الزيارة بجولة في أجنحة متحف المجاهد من أجل ترسيخ قيم الثورة التحريرية ومبادئ النضال والتضحية لدى الناشئة. انتقل إلى رحمة الله المجاهد عبد الرحمن خان المعروف بلامين خان، عضو الحكومة المؤقتة وأحد مؤسسي الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، عن عمر نهز 89 سنة. الفقيد كان طبيبا بالولاية التاريخية الثانية ومن منظمي إضراب الطلبة 19 ماي 59 ومحرري بيانه. الفقيد عرف بإخلاصه ووطنيته وفي المسؤوليات التي تولاها سواء كعضو في الحكومة المؤقتة وبعد الاستقلال. إنا لله وإنا إليه راجعون. تواصل وحدة حرس السواحل لليوم الثاني على توالي بالجزائر العاصمة عملية البحث عن البحارة المفقودين، وذلك إثر انقلاب القارب الذي كان يقلهم بخليج الجزائر، حيث تشارك الوحدة التابعة لقيادة القوات البحرية في هذه العملية بوسائل هامة مروحية وزورق للبحث والإنقاذ، وكذا فرقتين للتدخل الساحلية.
هذا وتمكن عناصر الحماية المدنية اليوم في حدود الساعة 9:55 صباحا من انتشار جثة أحد البحارة المفقودين قرب منطقة فندق هيلتون بعد على بعد 10 أمتار من خليج الصبلات. إلى تطورات الوضعية الوبائية في البلاد، حيث سجلت 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة رحمهم الله خلال 24 ساعة الأخيرة. مع تسجيل 495 حالة يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة ب 1.1 حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 17 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الماضية، 14 ولاية سجلت ما بين حالة 9 حالات و17 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية، عددها 13 وفاة جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة هي كما يلي: 454 مريض. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة إلى حد اليوم، عددهم 60,888، منهم 431 تمثل الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء، عندنا حاليا على مستوى المستشفيات عبر الوطن 43 مريض في العناية المركزة. صحيا دائما أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أن لقاح كوفيد 19 سيؤمن في وقت قريب بنوعية جيدة وبسعر أحسن، هذا حفاظا على صحة المواطن. جاء هذا في مؤتمر افتراضي بتقنية التواصل المرئي عن بعد حول الحصول العادل للقاح المضاد لكوفيد 19 بإفريقيا المنعقد يومي 14 و15 ديسمبر الحالي. المؤتمر المنظم من قبل المركز الإفريقي للمراقبة والوقاية من الأمراض عرف مشاركة 1500 شخص للمناقشة استراتيجيات الخاصة باقتناء هذا اللقاح. نتابع. سيناقش المؤتمر العوائق فيما يخص توزيع اللقاح المضاد لكوفيد 19، تحديد عناصر الإطار الذي يحدد التوزيع والحصول العادل في الوقت المناسب للقاح بالقارة الإفريقية، التمويل والشراء وكلمة إفريقيا الموحدة فيما يخص لقاح كوفيد 19، استراتيجية توزيع للقاح المضاد لكوفيد 19 ذو فعالية وجودة في الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والاستراتيجية المشاركة مشتركة والاتصال الموحد لضمان اقتناء لقاح كوفيد ذو فعالية عالية. أكد اليوم وزير النقل الأزهر هاني تسجيل التزام كبير بالبروتوكول الصحي منذ استئناف الرحلات الجوية الداخلية وإجلاء المواطنين العالقين، وأكد أن قرار استئناف الرحلات الجوية الدولية بيد السلطات العليا للبلاد بعد استشارة اللجنة العلمية، موضحا أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة مشروع إنشاء شركة وطنية تتكفل بالنقل الجوي الداخلي، مضيفا أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة النقل البحري تكبدتا خسائر كبيرة جراء جائحة كورونا. إلى يومنا هذا ما فيهش إشكال، إلى يومنا هذا كل المسافرين وكل المتعاملين محترمين البروتوكول الصحي، لأن هذا شرط. احنا تكلمنا وقلنا لو كان ما فيهش احترام البروتوكول الصحي نغلق، هذا لازم كل واحد يفهمها، أن لأن هذه حياة. هذه فيما يخص الملاحة الدولية، هذه مش من صلاحية وزارة النقل، هذه من صلاحية السلطات العليا، هي اللي تأخذ قرار، اللي تأخذ قرار في الميدان. بعد غياب دام أزيادة من 8 أشهر، انطلقت العمليات الجراحية بولاية بشار لفائدة أزيادة من 200 مريض كان في قائمة الانتظار بسبب جائحة كورونا. جويدة باب أحمد والتفاصيل.
بمركز مكافحة السرطان لولاية بشار كانت الانطلاقة الفعلية للأيام الطبية الجراحية بعد توقف دام أكثر من 8 أشهر. كان 293 مريض على مستوى كل الولاية، يعني اللي تكفل واللي تكفل بكل المرضى اللي كانوا في قوائم الانتظار. الأيام هذه أشرف عليها البروفيسور خليف جمال الدين مع طاقمه الطبي ذي الكفاءة العالية بمعدل 6 عمليات جراحية باليوم في مختلف التخصصات. فيها جراحة العامة، فيها جراحة الأعصاب، فيها جراحة العظام، فيها جراحة الأنف والحنجرة، وفيه جراحة الأطفال. والمهم هو المرضى اللي قاعدين المارس ما داروش العملية الجراحية تاعهم يلزم يديروا، ما غاديش نبقاو هكذا ومخلينهم يستنوا ويعانيوا. مبادرة جاءت لرفع الغبن عن مرضى الجنوب الغربي خاصة بعد جائحة كورونا، أين توقف النشاط الجراحي كليا إلا للحالات الاستعجالية، والاستئناف لاقى استحسان المرضى في ظروف وقائية محكمة. الحمد لله الطاقم وخير، لا طباء لا فراملة لا سبيطار النقاوة، ما خصنا حتى شي، عمر ربي يبارك فيه أخرى. نشكر الطاقم الطبي والمبادرة، هذه حاجة مليحة، نتمنى تكون دائما ترفع الغبن على خاصة سكان ليانو. طباء قايمين بينا يا ربي الحمد، ما خصنا والو، ومشينا مجينا مكان والو، كاع دايرين بينا كل يوم. العمليات الجراحية التي تدخل في إطار هذه الأيام ستجرى بجميع المؤسسات الاستشفائية العمومية لولاية بشار وعلى مدار 7 أيام. تعزيزا للرابطة، جيش أمة توصل الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية 6 حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 لفائدة سكان ومواطني المناطق النائية الحدودية. كما نظمت قافلة صحية أخرى للجيش الوطني الشعبي لفائدة سكان المناطق النائية بولاية سطيف بإقليم الناحية العسكرية 5. المزيد مع خالد حج جلالي. تواصل الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية 6 حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف السريع عن فيروس كوفيد-19، حيث تكفلت بتقديم الفحوصات الطبية اللازمة لسكان المناطق المعزولة والبدو الرحل على مستوى منطقة ترامزية الحدودية بالولاية المنتدبة إنقزام. أنا الجيشوان الجزائر جرتين مزي ناس بركة البلاد من تنبغوان أنا دوس أنا جان غصفار انهارة بارك الله فيه بارك الله فيه مليح قا جان غصفار مليح التاني اللي كان السبق وفضل بالك أن غريق المزال يغاوان غريق بالك عود يجي مزال بارك الله فيه درنا دوام مليح إن شاء الله. وصل غد الجيش ويوسف فلان يجا يوسف فلان هنا قد يعني سدا غار احنا نموت مسينا. تقديم مساعدة طبية لسكان المناطق النائية، نتواجد اليوم نحن أفراد الجيش الوطني الشعبي بمنطقة تينامزي عين قزام للقيام بحملة تلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية لفائدة البدو والرحل بإشراف فريق طبي متنقل لمصالح الصحة العسكرية. القوافل الصحية للجيش الوطني الشعبي مستمرة للتكفل الطبي بسكان المناطق النائية بإقليم الناحية العسكرية 5 بكل من دوار تالوت ودوار تازلية ببلدية عين أزال ولاية سطيف. تنظم هذه القافلة الطبية لفائدة سكان المناطق النائية بإقليم القطاع العسكري سطيف، حيث يقوم الطاقم الطبي بإجراء فحوصات وتحاليل الكشف السريع عن فيروس كوفيد-19 وتحسيس المواطنين بالإجراءات الوقائية لتفادي انتشار هذا الفيروس، كما استفاد المواطنون من عملية تلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية. تدغر نخال الجيش ربي يكون معهم ربي يهنيهم. رجاء ودالوا اللي فاكسا يعني راه لا باس رحمة ربي تبارك الله فيهم ربي يقدرهم راه داروا بهم دار يعني يعطيهم الصحة. الحملة الإنسانية المتواصلة تشمل مختلف النواحي العسكرية وتهدف إلى مد يد العون والمساعدة للمواطنين والوقوف الدائم إلى جانب سكان المناطق المعزولة في كل الظروف.
في إطار برنامج التضامن الوطني مع المناطق النائية خاصة في هذه الظروف الصحية الطارئة، انطلقت اليوم قافلة تضامنية من 25 شاحنة نحو مناطق الظل والمؤسسات الاستشفائية بولاية الجلفة. القافلة التي نظمها الهلال الأحمر الجزائري تضمنت مساعدات مختلفة من المواد الغذائية والطبية. الرسالة القوية بالنسبة لنا هي أنه يعني رسالته أن نحافظ على قيم من القيم الدينية الأصيلة، التضامن الإنساني، التآخي والتآزر، وهذه هي استراتيجية الهلال الأحمر الجزائري منذ زمان، ومواصلة لتجسيد هذه الاستراتيجية متاع الهلال الأحمر الجزائري التي تتماشى والحمد لله مع إرادة سياسية قوية ممثلة في برنامج رئيس الجمهورية. إلى ملف السكن، حيث انطلقت اليوم بمقر المديرية العامة للمؤسسة الوطنية لترقية العقارية بالعاصمة عملية توزيع أكثر من 2500 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي في عدة ولايات. العملية مستمرة إلى غاية 31 من الشهر الجاري، يقول عبد الرزاق رمضان. أكثر من 2500 مكتتب سيكونون قبل نهاية السنة على موعد استلام مساكنهم بصيغة الترقوي العمومي. إشارة انطلاق العملية كانت بحفل رمزي لتفادي الاكتظاظ، استلم فيه 18 مكتتب مقررات الاستفادة. الحمد لله سنينا 2014 واليوم الحمد لله لدينا ليكلي، ان شاء الله العقوبه اللي قعدوا يوم جات والحمد لله. ونشكر تاذير tout le monde qui m'a tous les gens qui m'ont aidé à supporter la longue attente هذه، واليوم فرج علينا ربي ان شاء الله. الحمد لله فرج ربي لو بلوز امبورطون، نهار تاع اليوم هو صح، الحمد لله والله يفرج على كل مؤمن ان شاء الله. حصة الأسد من هذه الصيغة كانت للعاصمة بأكثر من 1400 مسكن، فيما استفادت أيضا كل من ولايات بومرداس، تيبازا، مستغانم، تلمسان وقسنطينة من حصصها أيضا. أبقى 19000 وحدة سكنية اللي هي في طور الإنجاز، حيث تتراوح تقدم نسبة تقدم الأشغال من 30% إلى 80%. نتوقع تسليم هذه الحصة خلال السنة القادمة إن شاء الله سنة 2021، حيث ستسلم المؤسسة في الثلاثي الأول من السنة القادمة إن شاء الله أكثر من 4000 وحدة سكنية، والباقي سوف يسلم عبر الثلاثيات المتبقية. وهكذا نظن أنه البرنامج هذا القاء إلى غاية اليوم التشبع المطلوب. أكثر من 24000 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي سلمت لحد الآن، والهدف إتمام الأشغال وتسليم المساكن 19000 المتبقية لمكتتبيها مع نهاية السنة القادمة. إلى تحقيقات النشرة الآن، حيث يعاني سكان ومداشر وقرى القادرية بولاية البويرة من انعدام الغاز الطبيعي، فيضطرون إلى اقتناء قارورات الغاز في انتظار التكفل بانشغالاتهم. التحقيق مع نسيم يعقوبي. عندنا هذو القرع تاع الغاز، هذو هما الاولاد تاعنا تاع الشتاء، نستعملهم في الشتاء للسخين للطياب، نستعملهم تسمى تاكلين غير عليهم، ما عندناش حاجه واحده اخرى نستعملوها ابار الغاز بيطان هذا. كيف الحال يشدوا لك هذ الثلاث قرع؟ ثلاث قرع هذو الوحده تشد خمس ايام. معاناة طال أمدها هنا بأعالي القادرية بولاية البويرة، رحلة البحث عن قارورات الغاز لا تكاد تنتهي هنا، ويبدو أن الحمل قد بات ثقيلا على عاتق السكان. بك بلي بلي سكن هنا ما عندناش غاز، حنا غاز دوفيل عندنا غير نجيبوه بالقرع برك، حنا كاين دشرة هنايا ودشرة من هنا وتحت كاين قرية كبيرة. نشقاو من الدشرة التحتانية وهذا، وكيف في حالة كيكون واجد كيكون ما كانش صافي في صعوبات أكثر. هذا الشيخ صاحب هذا الدكان يسعى جاهدا الى توفير هذه الماده بقدر الامكان للمواطنين. لازم نجيب لهم الغاز، باش كل يجيب لهم الغاز؟ الا كان نجيب خطره في السمانه نجيب هكذاك 20 25 15 كل خطره كيف واش فرقوا؟ شحال تبيعوا القاروره؟ 25000 القاروره الوحده. ربط هذه المنطقه بالغاز الطبيعي حلم لطالما راود هؤلاء. هذه المنطقة بالذات هي منطقة ضر كذلك،
برمج لها سجل لها مشروع س يسمح بتزويد ما لا يقل عن 960 عائلة 960 مسكن بالغاز طبيعي مشروع مسجل بل أكثر من ذلك راهو الآن في الإجراءات الإدارية التي تسمح بانطلاقته الفعلية. وفي انتظار انطلاق هذه المشاريع يتطلع سكان القادرية إلى شتاء أكثر دفء مقارنة بالسنوات الماضية. برلمانيا استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس اللجنة لحسن زغدار إلى عرض قدمه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2018 وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني استمعت أيضا إلى رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف وهذا في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018. في الذكرى 22 لتصنيف حي القصبة كتراث عالمي من قبل منظمة اليونسكو تفقدت وزيرة الثقافة والفنون ملكة بن دودة المنطقة الحفرية بساحة الشهداء وقصر رياس البحر حيث أكدت أن الحكومة أدرجت ملف قصبة الجزائر في أولويات أجندة عملها للتكفل بهذا الإرث التاريخي العالمي. الجديد اليوم هو أنه كنا نتحدث مع السيد الوالي كلنا نرى في نفس الاتجاه كل القطاعات وزارة السكن ولاية الجزائر وزارة المالية وزارة السياحة وزارة الداخلية وخاصة وزارة الثقافة اللي هي تمتلك القيمة التراثية والرمزية للمنطقة كل هذا ترى كان في اجتماع وترأسه السيد الوزير الأول وهو اللي أسدى التعليمات واضحة لوضع هذه الخريطة اللي كنا راح نشترك فيها. تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية تتكون من 3 أشخاص تحترف تهريب المواد الصيدلانية والمتاجرة بها دون رخصة وحجزت خلال العملية أدوية ومبلغا ماليا وأغراض أخرى. على إثر ذلك تم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم وحجز كمية معتبرة من المواد الصيدلانية تقدر ب 5374 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ميلي غرام حجز 3 هواتف نقالة بالإضافة إلى سيارة سياحية نوع هيونداي أكسنت ومبلغ مالي قدره 876,000 دينار جزائري كعائدات البيع. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة حسي مسعود. كما تمكن عناصر الشرطة القضائية بفوكا التابعون لأمن ولاية تيبازا من توقيف شخص بحوزته أزيد من 4 كيلوغرامات من المخدرات. قامت الفرقة باستغلال كافة المعلومات المستقاة قصد تأكيدها وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم استصدار إذن بتفتيش مسكن مشتبه فيه أين كللت العملية بحجز كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي قدر وزنها ب4 كيلوغرام و100 غرام على شكل صفائح مخبأة بإحكام في غرفة المشتبه فيه. يتم فيما بعدها إيقاف المشتبه فيه تم فتح تحقيق وتحرير ملف إجراء قضائي ذي السالف الذكر تقديمه أمام نيابة محكمة القليعة. دوليا واصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي لليوم 32 على التوالي هجماته المركزة على معاقل ونقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف الجدار العسكري بمنطقة القرقرات وذلك حسب البيان العسكري رقم 32 الصادر اليوم عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية. هذا وقدم اليوم الأمين العام لوزارة الأمن والتوثيق الصحراوية سيدي أوكال حصيلة شهر كامل من العدوان المغربي على منطقة القرقرات. من 13 نوفمبر 2020 إلى 12 ديسمبر 2020 حصلت حصيلة تمثلت في
85 قصف وهجوم على هذا الرمل. الجبهة كلها مشمولة، وأن هذا سيتصاعد سيزداد مع الوقت، سيتطور مع الوقت، هذا هو الأساسي. إذن الحرب شاملة يومية مستمرة، خسائر كبيرة، تبدأ بالخسائر النفسية والمعنوية اللي يتعرض لها الجيش الملكي المدفون في الحفر والقنابل تتساقط على رؤوسهم ولا مفر لهم منها، ثم الخسائر البشرية المتمثلة في القتلى وفي الجرحى، ثم الخسائر المادية المتمثلة في العتاد. الوضع اللي فيه المملكة المغربية معروف، وضعها الاقتصادي، وضعها الاجتماعي، وضعها السياسي كله معروف. هم إلى حد الساعة يحاولوا يتكتموا يتستروا على هاي الحرب، لكن إلى متى؟ ولشحذ همم أفراد الجيش الصحراوي ودعمه، مهرجانات خطابية بمخيمة اللاجئين الصحراويين. عمر تواجين ينقل لنا الأجواء من مخيم أسرد بتندوف. بمخيم أسرد للاجئين الصحراويين بتندوف تتواصل المسيرات والمهرجانات الخطابية المساندة لجيش التحرير الصحراوي والمؤكدة على وحدة الشعب مع فرض كامل السيادة على الأراضي الصحراوية. ولاية أسرد اليوم تقيم منبر خطابي للتضامن مع مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، لكن أيضا لإدانة التقريض المخزية التي قام بها الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته ترامب، التي اعترف فيها بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مقابل تطبيع المغرب مع إسرائيل. بينما جدد الصحراويون تمسكهم بكل شبر من التراب الصحراوي. وهذا مهرجان اللي معدلين نحن التضامن مع مقاتلين جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مقاتلين اللي مرابطين على وطن الجزء المحرر من وطننا. نخلد اليوم مرور شهر تام على انطلاق الكفاح المسلح حرب التحرير الثانية، والتي قد بدأت نقطف ثمارها مقابل اعتراف بسيط بتغريدة لا صلاحية لها. الصحراء ما هي لطرام لهي يعطيها، الصحراء للصحراويين، الصحراء تراب الصحراويين وله نرجعوا لها لا رادها الله. نحن كشعب صحراوي مدني نقول للرئيس المنتهي صلاحته ترامب بأن الشعب الصحراوي لن يتأثر ولن يتزعزع، ليؤكد الشعب الصحراوي بعدالة قضيته وفي حقه بتقرير المصير ضمن اللوائح الأممية. وبشأن جائحة كورونا، وفيما تباشر الولايات المتحدة حملة تلقيح واسعة تشمل في مرحلتها الأولى أكثر من 3 ملايين شخص، يتوقع أن تشدد هولندا إجراءاتها بإغلاق محكم بعد ارتفاع أرقام الإصابة بها بشكل كبير. أما لندن فتعيش طوارئ قصوى بعد اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس تسببت في تزايد متسارع للإصابات، للإشارة فقد تجاوز عدد الإصابات عالميا 72 مليون إصابة منذ بدء الجائحة. أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم أن موعد انطلاق بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم للموسم الجديد سيكون شهر فبراير 2021، وأن استئناف تدريبات أندية الرابطة الثانية هواة لكرة القدم بداية من يوم 21 ديسمبر الجاري. وتتشكل بطولة الرابطة الثانية الجديدة من 36 ناديا مقسما على مجموعتين. في الرياضة، دائما بعد مشاركته المشرفة في كأس العالم المنظمة بصربيا عاد اليوم إلى أرض الوطن الوفد الأول من أعضاء المنتخب الوطني للمصارعة، حيث كانت في استقبالهم بمطار هواري بومدين الدولي كتيبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري، التي هنأت المصارع عبد الكريم فرقات المتوج بالميدالية البرونزية، مؤكدة بالمناسبة مرافقة الدولة ودعمها الدائم للرياضة الجزائرية. هذه نشكره بزاف، ربي يرحمه ان شاء الله وقف معنا وخير وما نساوهش وما خيبناش الحمد لله. ونشكره كاع الاتحاديه اللي وقفت كانت معنا، نعطيهم الصحه وكاع الطاقم الفني والاداري وكاع لي زونطينا ولي زاتليت عاونونا كاني، تعطيهم الصحه وكاع الشعب الجزائري وقف معنا، نعطيكم الصحه. بحال حنا رانا فرحانين بزاف بهذه الميداليه العالميه اللي جابها البطل الجزائري عبد الكريم. وانا اليوم يعني
إحساس غريب، فرحة وفي نفس الوقت يعني نتأسفوا ونترحموا على روح رئيس الاتحادية اللي يعمل يعني فريق ما شاء الله وعمل عمل جبار منذ يعني سنين في بالنسبة خدمة للرياضة الجزائرية بصفة عامة. وأنا واثقة أنه هذا الأبطال يعني جابوا هذه الميدالية وما زال يشرفوا الجزائر في الألعاب الأولمبية إن شاء الله القادمة إن شاء الله. تحتضن المدرسة العليا لسلاح المدرعات الشهيد محمد قادري فعاليات البطولات الوطنية العسكرية للثلاثي العسكري ما بين المدارس، وذلك بمشاركة مختلف المدارس العسكرية. ياسين بوخنف. بالمدرسة العليا لسلاح المدرعات الشهيد محمد قادري بولاية باتنا انطلقت البطولة الوطنية العسكرية للثلاثي العسكري ما بين المدارس، والتي أشرف على افتتاحها العميد قسيس بالقاسم قائد المدرسة. هذه المنافسة التي تعتمد أساسا على المقاومة والدقة، حيث تتطلب قدرات بدنية فائقة يكتسبها الرياضي بفضل المداومة على تدريب صارم. وبهذه المناسبة الرياضية يسعدني باسم السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة وباسمي الخاص أن أرحب بجميع الفرق والوفود المشاركة في البطولة. بعد مراسم حفل الافتتاح انطلقت المنافسة في ثلاث اختصاصات، هي سباق الحواجز، رمي القنابل، والعدو، بمشاركة مختلف المدارس العليا والتطبيقية. جئنا إلى هذه المنافسة وأتمنى تشريف فريق الأكاديمي العسكري لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين في هذه البطولة وتحقيق نتائج حسنة. وكنا متخوفين شوية من الظروف المناخية، ولكن اليوم الحمد لله الظروف كانت جيدة، وإحنا كأعدائين كانت ظروف ملائمة. تتميز رياضة الثلاثي العسكري بقدرة بدنية العالية وتنمية قدرات الفرد، وتهدف إلى الرفع من القدرات البدنية للتمثيل في جميع المحافل الوطنية والدولية. وسط تنظيم محكم سيتنافس المشاركون خلال 4 أيام كاملة على البطولة الوطنية العسكرية للثلاثي العسكري للموسم الرياضي 2020-2021. وبمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية الشهيد مسعود بوجيريو ببن عكنون انطلقت اليوم منافسات الكأس الوطنية العسكرية للكاراتيدو بشرف العقيد جابو محمد عبد الحق قائد المركز. نتابع مجريات اليوم الأول من المنافسة مع دنيا حجاب. بعد استعراض للفرق المشاركة في هذه الكأس التي شارك فيها أزيد من 150 رياضي ورياضية ينتمون إلى 19 فريقا ممثلين لقيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى، بدأت المنافسة مباشرة بعد كلمة الافتتاح للسيد العقيد جابو محمد عبد الحق قائد مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون. إنها فرصة للتحضير لمختلف التظاهرات والمنافسات من أجل المحافظة على النتائج والألقاب المتحصل عليها وطنيين إقليميين وعالميين، وكذلك هي فرصة لكم للتأكد على قدراتكم القتالية، ولما لا فرصة لاكتشاف مواهب جديدة للانضمام إلى المنتخب الوطني العسكري. اليوم الأول من الكأس الوطني عرف إجراء الأدوار التصفوية في اختصاصات الكوميتي والكاتا عند الجنسين، حيث تنافست الفرق المشاركة للظفر بالتأهل إلى الأدوار النهائية التي ستجرى يوم غد. ويبقى الهدف من هذه التظاهرات الرياضية العسكرية هو غرس روح التنافس والرغبة في الانتصار لدى الرياضيين، وكذلك التحضير للاستحقاقات الوطنية الإقليمية والدولية. ونختم النشرة بزيارة إلى المتحف المركزي للجيش، حيث تم تخصيص رواق كامل لعرض تاريخ المملكة النوميدية وامتدادها الجغرافي وأهم الأحداث والشخصيات التي ميزت هذه الفترة بالجزائر. حنان بوريو.
نوميديا مملكة بصمت تاريخ الجزائر العتيق، وقد امتدت تقاليمها من طرابلس شرقا إلى نهر ملوية غربا، متخذة من سيرتا قسنطينة حاليا عاصمة لها بعدما وحدها ماسينيسا. هذه المملكة كانت موجودة على الأقل في القرن التاسع قبل الميلاد، وفي القرن الثالث عرفنا هذه المملكة كيف أنها أصبحت دولة قوية، والقوة تاعها الاقتصادية والقوة الاجتماعية والقوة السياسية تاعها في هذا القرن دليل على أنها قديمة النشأة. مملكة خلدت حضارتها ميزات سياسية واقتصادية وثقافية. من حيث النظام السياسي أيضا نجد أنها طبقت نظاما كان يختلف عن الأنظمة الأخرى، وهو أن العرش يؤول للأكبر سنا في العائلة الملكية. من الناحية الاقتصادية أيضا هذه المملكة في القرن الثالث استطيع القول أنها دخلت إلى أسواق البحر المتوسط كدولة تجارية. من الناحية الثقافية حتى الكتابة الليبية التي يتحدث عنها البعض في القرن الثالث قبل الميلاد، والتي يريد البعض أن ينسبها أيضا إلى الملك ماسينيسا، أنا أقول أن هذه الكتابة سابقة للملك ماسينيسا. معالم تاريخية تبقى شاهدة على تلك الحضارة، بصمتها تتجلى بمسكوكات ومنحوتات أثرية وأضرحة ملكية، منها ضريح إمدغسن وسيفاكس والصومعة. نهاية النشرة وتابعتم فيها. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تطمئن فيها على حالته الصحية والحالة الوبائية والاقتصادية في البلدين في صلب المكالمة. ردود فعل مثمنة لخطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والطبقة السياسية والمنظمات والحركة الجمعوية والمواطنون يشيدون بالتزام السيد الرئيس باستكمال مسار بناء الجزائر الجديدة. الوزير الأول عبد العزيز جراد غدا في زيارة عمل إلى ولاية المسيلة يعطي خلالها إشارة انطلاق السنة الجامعية 2020-2021 ويعاين مشاريع تنموية وأخرى ذات طابع اجتماعي. الشروع في توزيع أزيد من 2000 وحدة سكنية بصيغة الترقوية العمومي بالعاصمة. وكاميرا التلفزيون نقلت لكم من البويرة معاناة سكان مداشر وقرى القادرية من انعدام الغاز الطبيعي. تنديد واستنكار دولي واسع لقرار ترامب حول الصحراء الغربية، وكريستوفر روس يصف القرار بالأحمق وغير المدروس وأنه يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. هذا وتتابعنا عقب هذه النشرة لقاء خاصا مع السيد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. اللقاء من إعداد وتقديم الزميل وليد زروق ويبث على القناة الإخبارية. متابعة شيقة، إلى اللقاء. شكرا لكم مشاهدينا، السلام عليكم.